عايز تحافظ على باقتك لآخر الشهر، يبقى الفيديو ده علشانك. خليكم معانا. مستر والسلام تك. عليكم ورحمة الله. معاكم محمد موسى من قناة مستر تك، أهلا بكم. عايز تحافظ على باقتك لآخر الشهر، يبقى هتعمل حاجة من اتنين، إما إنك هتفتح الفيس وتيجي على الإعدادات، إعدادات الخصوصية، الإعدادات هتيجي هنا، ننزل طبعا تحت شوية لحد الوسائط، هنضغط على الوسائط، هنيجي هنا في إعدادات الفيديو، اللي يهمنا هو تشغيل مقاطع الفيديو تلقائي، هتيجي هنا تختار إيقاف التشغيل. يعني هيخلي لك الفيديوهات ما تشتغلش تلقائي، انت اللي هتشغل الفيديو اللي انت عايزه، بحيث ان الفيديوهات ما تشتغلش عمال على بطال وتسحب من الباقة بتاعتك. طبعا الاعدادات ديت هتعملها على كل موبايل متصل بالراوتر بتاعك. طب في حل تاني؟ في الحل التاني انك تدخل على صفحة الراوتر، طبعا بالطريقة اللي كلنا عارفينها، 192.168.1.1. تكتب طبعا اليوزر نيم ادمن والباسورد اللي موجود على ظهر الراوتر. هنيجي على انترنت باندويث كنترول، هنا لازم تكون مفعل الباندويتس كنترول، يعني يكون على كلمة enable bandwidth control، تعلم علامة الصح. هنا هتكتب السرعة المناسبة ليك، انا هنا مثلا كاتب 512، طبعا انت ممكن تقلل مفيش مشكلة، ممكن تزود مفيش مشكلة. طب اعرف منين ان السرعة ديت مناسبة ليا او لا؟ هتختار السرعة اللي انت عايزها او هتكتب السرعة اللي انت عايزها، وبعد كده بتضغط على سيف، وبعد كده هتروح على المتصفح بتاعك، او بمعنى اصح هتجرب خدمة الانترنت. لو لقيت الخدمة معاك كويسة ومناسبة يبقى تفضل على السرعة دي، لو لقيتها مش مناسبة ممكن تعلي او تقلل لحد ما توصل للسرعة المناسبة ليك. طيب ديت هتخلي الفيديوهات ما تشتغلش معايا تلقائي؟ لا طبعا، دي ملهاش علاقة بإن الفيديوهات اشتغلت تلقائي أو لا، ولكن ديت هتقلل من جودة الفيديوهات اللي حضرتك بتشوفها، وبالتالي هتقلل من استهلاك الإنترنت. فيستحسن تعمل الطريقتين، وهي إنك تخلي الفيديوهات ما تشتغلش تلقائي على الفيس، وفي نفس الوقت تقلل السرعة لحد ما توصل للسرعة المناسبة ليك، واللي هتحافظ لك على باقتك لآخر الشهر. بالنسبة للإعدادات بتاعتنا، ده على راوتر HG630. الإعدادات ممكن تنفع لراوتر HG633، وممكن كمان تنفع لراوتر DG8045. يبقى أي موديل من الراوترات ديت هينفع معاه نفس الإعدادات، وهتلاقي شرح مفصل للراوترات ديت، وأي مشكلة هتواجهك ادخل على القناة وهتلاقي الحل بتاعها. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. طبعا لو عجب حضرتك الحلقة متنساش تضغط لايك، ولو لسه مشتركتش في الصفحة اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. وأي سؤال أو استفسار اكتبها لي في التعليقات أسفل الفيديو، وبحاول أرد عليكم في أقرب وقت ممكن. وشكرا على حسن متابعتكم.